يستأنف القرارات بالإيقافات والعقوبات والغرامات. تغرم رئيس الأهلي بعد تصريح الحكام وتعاقب الهلال بجماهيره. الأخضر السعودي يغادر إلى الأردن لمواجهة العراق. وشباب المنتخب يتأهبون لملاقاة طاجكستان. اليوم أسعد كثيرا بلقائكم، هذه آخر حلقة قبل إجازة عيد الأضحى المبارك. أسعد بضيفي الكريمين الدكتور فهد القريني، حياك الله دكتور، سعيد تواجدك. الله يحييك، العشر مباركة عليك وعلى المشاهدين وعلى الأخ عبد الله. أيضا أيضا يلتحق بي عبر الأقمار الصناعية ومن جدة الإعلامي الرياضي عبد الله فلاتة، حياك الله أستاذ عبد الله. أهلا وسهلا فيك، أمسي عليك وعلى الدكتور فهد وعلى السادة المشاهدين. بداية، تجتمع اليوم لجنة الانضباط تصدر العديد من القرارات القوية، نستعرضها الآن أمامكم في الجرافيك. تعليقا على هذه القرارات يلتحق بها هدفيا رئيس لجنة الانضباط الأستاذ إبراهيم الربيش، حياك الله أستاذ إبراهيم، سعيدين بتواصلك معنا. بداية أسألك، اليوم تضربون بقوة على الأندية الكبيرة، هل قصدكم أضرب الكبير ليسكت الصغير؟ أختلف معك أخوي خالد في النقطة. هي لجنة الانضباط هي إنما وضعت لوضع الانضباط داخل ساحة الملعب. جميل. وأما مسألة أنها لضرب القوي قبل الصغير، حقيقة هذا لا أحب هذا الأسلوب نهائيا. هذا ما هو أسلوب، أنا أسألك سؤال، يعني هل هذا صحيح ولا غير صحيح؟ الآن تجيبني أنه هذا الكلام غير صحيح. بداية أسألك عن العقوبة الأولى ضد رئيس نادي الأهلي، يعني استندتوا من ضمن الأسباب اللي تحدثتوا عنها أنه لجنة الحكام قدمت شكوى، بعد هذه الشكوى تم إصدار العقوبة. لنفترض أن لجنة الحكام لم تقدم هذه الشكوى، هل ستعاقبون رئيس نادي الأهلي؟ نعم، سوف نعاقب أي شخص يتطاول سواء يصرح ضد لجنة الحكام أو يسيء أو حسب ما نصف عليه المادة 48، سواء رفع لنا الحكام أو لم يرفع لنا الحكام. الحكام قد يرفع الحكام لنا وقد لا يرفع الحكام لنا. يعني طيب، بس اللي فهمت انا ضمن الاسباب، عفوا بس بقرا عليك الاسباب، بعد طلع اللجنه على لائحه الانضباط وعلى الشكوى المقدمه من لجنه الحكام والتسجيل المرئي المشاهد من قبل اللجنه الى اخره، يعني هذا كان في استناد على لجنه الحكام، يعني شكواها. جميل جدا، حط خط بعد، وكذلك بعد النقطة الأخيرة اللي ذكرتها هي شيء بعد هذه أفضل. والتسجيل المرئي المشاهد، أنت قصدك استندت على الاثنين؟ نعم نعم. جميل. التسجيل، نعم. جميل. بالنسبة للحديث اللي تحدث به الأمير فهد بن خالد وتم العقوبة عقوبته على هذا الحديث، لأنه ذكر، خل بذكرك بالحديث، أنه اتهم فيه حكم مباراة الأستاذ عبد الرحمن العمري باحتساب خطأ مقصود ركلة جزاء لصالح نادي الاتحاد. لو لم يذكر الأمير يعني القصد في هذا في حديثه لن يتم عقابه. أقصد أنه في العديد من الإداريين أو رؤساء الأندية يتحدثون أنه مثلا الحكم اليوم ضغطنا كثير، الحكم اليوم يعني يتحدثون عن الحكام لكن ما فيها قصدية، إذا كان ما فيها القصد لن يتم عقابه؟ إذا كان مصطلح كلمة القصد هي فيها إساءة، هي فيها إساءة. احنا نتكلم، نحن لجنة اجتمعنا لنحدد مدى هل هي إساءة أم ليست إساءة. نعم، كلمة قصد هي إساءة للحكم، هي إساءة للحكم ولجنة الحكام، وبالتالي لابد أن تتدخل لجنة الانضباط. نعم. لضبط هذه التصريحات الإعلامية.
جميل. طيب وفي صدر يعني ايضا حديث عن الحكام من ضمن بعض الاداريين اللي تحدثوا وقال مثلا يعني بذكر لك بعض الامثله ما راح اذكر الاسماء عشان ما يقولون انه استقصدهم يعني في شيء معين على طريق قصد يعني. مثلا انه يعني حكم او رئيس لجنه الحكام اليوم غير او الحكام واليوم جاب لنا حكم غير الحكم السابق. هذه ايضا ما فيها يعني نوع من القصد انه رئيس لجنه الحكام راح يؤذيهم بحكم اخر او غيره في ليله وضحاها؟ اذا مو بالعقائد جمدات الطاوله على الانضباط نبحث هذه الامور ونتفق اللجنه على اصلاح العقوبه وعدم اصلاح العقوبه. طيب ننتقل لنادي الهلال. في شيء بس انا ما فهمته يعني استاذ ابراهيم واتمنى يتسع صدرك لي في اسئلتي. بداية في يوم 14/11 اقيمت مباراة الهلال والاتحاد. صدرت عبارات عنصرية مثل ما تحدثتوا عنها من طرف جمهور الهلال. نادي الاتحاد احتج. انتم رفضتوا احتجاج نادي الاتحاد. بعد حوالي 20 يوم اليوم تصدرون العقوبة على نادي الهلال. أنا ما فهمت، ليش تفهمني؟ أولاً دعني أوضح لك أخي خالد وللمشاهدين. جميل، تفضل. أولاً فيما يتعلق في لجنة الانضباط. لجنة الانضباط مخولة وفق المادة 5 للائحة تحدد مجال تطبيق اللائحة والمشمول بها. يعني أن لجنة الانضباط تتدخل في التصريحات أو في الهتافات التي لم يشاهدها الحكم. نعم. تتدخل مباشرة لجنة الانضباط. ولا ننتظر حقيقة كتابة لجنة الحكام حسب ما أثير إعلاميا. نعم لم يكن هناك، نعم وأنا أقولها عبر قناتكم الكريمة. نعم. أن لم يكن هناك تعليق من لجنة الحكام. ولجنة الانضباط ليس لها علاقة بما يصدر من لجنة الحكام فيما يتعلق بالعقوبات. نعم قد يكون موقف لجنة الحكام يدعم هذا الجانب صحيح. جميل. استندت في هذه العقوبة على الناقل الرسمي التلفزيون القنوات الرياضية أو على مقاطع اليوتيوب أو برامج أخرى؟ لا لم نستند على مقاطع اليوتيوب نهائيا، بل بعد احتجاج سعادة المهندس محمد، اعتقد محمد الفايز في نادي الاتحاد. نعم. هو قدم احتجاج ضد نادي الهلال، لكن لم يدعمه في ادله او اسانيد، ولذلك هي حاله واقعه قانونيه بين ايدينا نتكلم بها، لكن النظام لجنه الانضباط هو يتدخل حتى لو لم يقدم نادي الاتحاد شكوى. هو كان مفترض ان يقدم شكوى بعيدا عن الرسوم وبعيدا، لكن بما انه قدم احتجاج ضد نادي الهلال ولم يكن هناك اسانيد اللهم الا ورقه واحده فقط، فبدات لجنه الانضباط منذ ذلك اليوم اللي هو منذ تقديم خطابه في 17/11 اعتقد ان تخني ذاكره. اي بس عفوا استاذ ابراهيم، انتم رفضتوا الاحتجاج الاتحاد شكلا، يعني كان المشكله. نعم. في الوقت ما كان المشكلة انه في مدعم بشريط او غير مدعم بشريط؟ لا 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 لا، احنا نرفض على واقعة قانونية وضعت على الطاولة نرفضها، لكن هذا لا يمنع ان تمارس لجنة الانضباط عملها المنوط فيها وفقا للمادة الخامسة. ممتاز جدا. يعني نحن عفوا يعني ما يعني عمل اللجنة تعتمد في عقوباتها ما يتم رفعه من تقارير لجنه الحكام، لان حقيقه لا يمكن ان نحيط او تحيط لجنه الانضباط في جميع المباريات في جميع فئاتها. من دوري من دوري عبد اللطيف جميل وولي العهد والابطال الى اخره، لكن ما يتم رفعه من تقارير لجنه الحكام او ما تشاهده اللجنه في الحالات التي لم تكن تحت نظر الحكم. وكذلك حتى كذلك للجنه الحق وفق النظام أن تتدخل في العقوبات الجسيمة في الحالات التي فيها إيذاء وفقا للحالة أو ما ترى لجنة ذلك الاستخفاف وقوع العقوبة. نعم. طيب أنا خلي بسألك السؤال الثاني واعذر جرأتي. أنتم من يوم 14/11 المباراة بعدها قدم الاتحاد احتجاجه، تم الرد مباشرة بالرفض شكلا. نعم. لكنكم جلستوا 20 يوم، اسمح لي أقول لك أنتم شو تسوون في هالعشرين يوم؟ يعني هو مقطع قاعد تشوفونه وتقررون، صح ولا لا؟ كلامك صحيح. يعني انا لجنه الانضباط ليس لديها السي دي الخاص في المباراه، ويجب ان يعذرنا الانديه والجماهير
لأن التحقق من وتوقيع العقوبة على النادي يجب أن يكون وفق أدلة لا تنتقي أو لا يحتملها لا لا لا, لا يحتملها لا يشوفها الاحتمال. فمن معروف القاعدة القانونية ما تطرق له الاحتمال يسقط الدليل. فأنا ليس من العقل وليس من الحكمة أنني أستند على مقطع من مقاطع اليوتيوب. نعم استندنا على سي دي من الناقل الرسمي وافونا اعتمدنا وبناء عليه العقوبة. طبعا السي دي لم يكن بحوزتنا. هناك إجراء نظامي وإداري ورسمي لا بد أن يكون وفق القنوات الرسمية. لا بد أنني أطلب السي دي حتى أتحقق. لا يكون هناك حتى عملنا يكون نظامي 100%. لا بد من رفع خطاب. لا بد كذلك يعني يأخذ يوم يومين يذهب إلى اللجنة يأتي إلى الشريف نجتمع عليه. اللجنة كذلك يعني ليس مرين يوم وليلة يجتمعون. قد يكون هذا مسافر قد يكون هذا مشغول اليوم. فاعتمدنا تفحصنا الأدلة بعد ورودها نعم وطبقنا العقوبة وسوف وعبرها سوف نطبق أي عقوبة كانت على أي نادي كان بشأن الهتافات وغيرها. جميل. في المادة التفرقة العنصرية تتحدث أنه أنا أعطيك الجزء اللي بسألك عنه كما تعاقب جماهيره أي النادي المتحدث عن التفرقة العنصرية بالحرمان من دخول الملعب من مباراة واحدة إلى 6 مباريات. يعني ممكن قد يصدر في حق الهلال يعني مثلا اليوم أنه والله عقوبة 100,000 مثلا و3 مباريات. نعم ممكن لكن هي طيب على أي أساس تستندون مثلا مباراتين 3 إلى 6 على أي أساس؟ سؤال جميل جدا. أنا أتكلم عن ما يتعلق في العقوبة. ليس من العدل بمكان أنني أصدر عقوبة على نادي معين مباشرة بأقصى العقوبة. يجب أن يكون هناك تدرج في تطبيق العقوبة. ومن المعلوم أن هناك مباراة جماهيرية تجمع أعتقد نادي النصر ونادي الهلال. ومن الصعب بمكان حرمان الجماهير كلها بسبب هتافات بعض الجماهير. نعم أقولها بعض الجماهير. جميل. أنني أحرم أبدأ بالعقوبة ماذا يبقى لي في النظام بعد أن أطبق أحرم 3 مباريات ثم 6 مباريات. يجب أن أتدرج في تطبيق العقوبة. جميل. أنا خلي بأخذ كلمتك ليس من العدل أنه تنحرم الجماهير من حضور المباريات بسبب نادي كان يعني تحدث جماهيره بعبارات عنصرية. طيب أنتم الآن يعني خلي بقول لك أيضا جماهير الشباب ليس من العدل أن تحرم أيضا. يعني مباراة الهلال والشباب هي ستي تلعب بدون جمهور. أنا بتكلم بنفس منطقك يا سباهين. لا أنا لحظة أنا وشي لا أتكلم عن جمهور نادي الشباب. ما يتعلق بجمهور نادي الشباب أعتقد أنا ولست لا أجزم أن ليس له علاقة بحرمان جمهور نادي الشباب من المباراة. يعني المباراة سيدخلها فقط جمهور نادي الشباب. جمهور نادي الهلال نعم هو جمهور نادي الهلال فقط هو المنصوص عليه فقط. لم يشمل القرار حسب ما ذكر أنه يكون هناك حرمان جمهور الشباب. إذا اسمح لي برجع لك نفس النقطة الأولى أيضا كان ممكن يطبق النظام مثلا على الهلال أو أي نادي آخر في المستقبل مباشرة 3 مباريات. يعني اللي فهمت منك ليس من العدل أن يعني يحرم الجماهير 3 مباريات متتالية. قد الآن لا اللي فهمت منك لا لما يقول الجماهير ممكن يدخل النادي المنافس. لكل عفوا يا سيد الكريم أستاذ خالد. تفضل. بالنسبة للعقوبة أخوي فاضل العقوبة يعني هو قد ما يصاحبها من حالة. يعني قد تكون هناك الآن قد نطبق الآن العقوبة على نادي الهلال وقد مباراة واحدة وقد نطبق في المستقبل مباراتين وقد نطبق 3 حسب ما تراه اللجنة. التفرد في الرأي حسب اللجنة يجب أن تكون مجتمعة وتقرر ذلك. أما التفرد بالرأي أنني أطبق مثلا مباراتين أو 3 لابد أن كل لجنة وحيثيات اللجنة وأسباب اللجنة مقنعة في مسألة تطبيق وحرمان جمهور من أكثر من مباراة. جميل. خل أنتقل لك أخيرا أيضا عقوبة على نادي النصر إيقافات لناشئي النصر فهد الحمد ومنصور عتيبي 4 مباريات. نعم. يعني دكتور عفوا أنا بسألك بس أنت تتابع مباريات؟ حسب ما أستطيع. جميل. اليوم صدر الإيقاف واللاعبين كانوا يسخنون في أرض الملعب. عذرا هذه مقولة حقيقة مغلوطة. طيب وضح لنا وأوضح لك النقطة. تفضل. بلغت إدارة أعتقد النصر ممثلة في الكابتن بدر الحقباني يبدو لي أو كذا. جميل. أن فلان إيه المسؤول الإداري بدر الحقباني. إي نعم أنا أعتقد. تفضل. بلغت بإيقافه 4 مباريات للاعبين الاثنين.
جميل. لكن وهو يتمرنون غير صحيح. هو بلغوا قبل ساعتين تقريبا وصلهم الفاكس اعتقد قبل بدء المباراه بساعه او ساعه ونص تقريبا. بس حتى قبل ساعتين دكتور ايضا متاخر القرار. كلام سليم معلش صح ولا لا؟ بس توافقني ولا لا؟ معلش كلامك جميل واثني عليه، لكن لجنه الانضباط لا تعمل لوحدها، هي تعتمد وفق يعني نحن الان عاقبنا في هذه وفق تقرير حكم المباراه. طيب لم نعاقب وفق المشاهده، ما رفع لنا لجنه الحكام، تاخرت لجنه الحكام، لكن لجنه الحكام يجب حقيقه ان لا نهضم حقها كذلك، يعني إدارة المباريات يعني 30 40 مباراة تقام 50 مباراة يتأخر مثلا تقرير واحد، يعني يجب أن لا ننظر بسلبية لهذا يعني هذا يعني التقصير، يجب أن ننظر دائما بإيجابية، إذا كان عمل لجنة الحكام في مسألة إرسال التقارير يعني أغلبها أو جلها في الوقت المناسب، يعني لا مانع أن الإنسان يتغاضى عن سلبية واحدة. جميل. طيب استاذ ابراهيم اسمح لي الان يتداخل معنا هاتفيا ايضا المتحدث الرسمي باسم نادي النصر الاستاذ حمود العصيمي. حياك الله استاذ حمود. اللي فهمته ان انت طالب المداخله للحديث عن اليوم الايقافات اللي صدرت بحق لاعبي النصر. تفضل. استاذ حمود. طيب استاذ ابراهيم. أنا شاكر لك جدا يعني رحابة صدرك وشاكر لك جدا التواصل معنا، لكن أسألك مستقبلا هل راح يكون في تواصل مع الجمهور على غرار مثلا رئيس لجنة الاحتراف بفتح بعض المواقع التواصل الاجتماعي والتواصل مع الجمهور بشكل مباشر؟ لما لا، أنا متواصل الآن مع الجمهور ونرد عليهم حسب القدرة والاستطاعة. أنت راضي عن قراراتكم اللي صدرت اليوم؟ جدا. خلني بسألك احتياجاتكم أنتم كلجنة، هل عندكم احتياجات؟ هل أنتم يعني سواء يعني ككوادر بشرية أو غير ذلك؟ والله الكوادر البشرية موجودة، لكن هذه نرفعها للاتحاد السعودي وهو المعني لهذا الشيء. يعني تحدثتوا مع الأستاذ أحمد عيد حول هذا الأمر؟ وما زلنا أقصد كقلة عدد ولا يعني موجودين فيهم خير وبركة، لكن أقصد كقلة عدد بحيث أنه يعني بعض القرارات أنه ممكن تصدر بشكل أسرع، يعني لأنه أعتقد أنتم أربع أشخاص فقط ولا لا؟ نعم أربعة أشخاص والخامس يرشح إن شاء الله في القريب العاجل إن شاء الله. طيب الدكتور فهد قريني معي الآن حاب يتداخل معك، تفضل دكتور. مساك الله بالخير. أهلا وسهلا مساك الله بالخير أخي فهد. حياك الله. أول شيء لازم نتفق على حاجتين، أول شيء كلنا نحارب العنصرية بكل أشكالها وندين هذا يعني الممارسة، هذا شيء جانب. الجانب الآخر أيضا نثمن العمل اللي تقوم به لجنة الانضباط والقرارات اللي أصدرتها اليوم مستندة على لائحة وعلى مواد في اللائحة، وبالتالي لا أحد يعترض هذه القرارات، لكن هناك تساؤلات كثيرة جدا من الشعب الرياضي، قد يعني نطلب فقط إجابة بسيطة منك يا أستاذ إبراهيم. أول سؤال، أنت تقول الآن استندنا فقط على دليل واحد اللي هو السي دي. نعم. طيب هل هذا السي دي والاستناد على السي دي يتطلب انتظار 20 يوم حتى تصدر هذه العقوبة؟ والله لا، السي دي لم ينتظر 20 يوم، عفوا لا تقومني ما لم أقل. أنا قلت السي دي طلب ووفق إجراءات إدارية، يعني يتأخر السي دي يومين. يتأخر 20 يوم عشان تستلم سي دي يا أستاذ إبراهيم؟ لا عفوا لم يتأخر 20 يوم. اللجنة أنا قلت أن السي دي يطلب، قلت أن السي دي برضو لابد أن يكون هناك اجتماع من اللجنة، لابد أن نراعي حتى ظروف زملائي وإخواني أعضاء اللجنة، نعمل حقيقة ليل نهار في مسألة ما يتعلق يعني حتى الليل كذلك نحضر للاتحاد الممارسة تعمل، لكن العمل وفق 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 المستطاع، يعني نحن بشر ولنا مسؤوليات مثل ما لكم أنتم مسؤوليات. السؤال الثاني يا استاذ ابراهيم، انت الان في حديثك من شوي قلت اعتقد ان جمهور الشباب يحق له الدخول، انت الان لجنه انضباط، هل كلام الاعتقاد هذا يعني انا لم اتطرق لجمهور انت لا انا اعتقد ان خالد طرح عليك السؤال هذا وقال لك يعني جمهور الشباب، ايش ذنب جمهور الشباب انه ايضا يحرم من حضور المباراه، وقلت اعتقد ان جمهور الشباب ممكن يحضر. انا عندي من صاحب القرار في حضور جماهير الشباب او عدم حضورهم؟ انا لم احرم لجنه الانضباط لم تحرم جمهور نادي الشباب.
طيب مساله ما يتعلق بالتنظيم ودخول الجماهير هذا يعني الان هذه دعوه منك استاذ ابراهيم ان جمهور الشباب له الحق انه يحضر. عفوا عفوا ليس دعوه مني، لا تقولني في فهد لمعقول، انا قلت المعنيين بالتنظيم هم من يتولون الشيء هذا. طيب النقطة الثالثة يا أستاذ إبراهيم معليش تحملني بس اللحظة هذه، هل الآن لما تصدر عقوبة على جماهير نادي مثل جماهير نادي الهلال ونعرف شعبية الهلال وجماهيريته، افترض أن هذه الجماهيرية أو عدد بسيط جدا من الجماهير هو اللي أطلق هذه الإساءة العنصرية، هل هذا يطبق على هذا العدد الكبير جدا من جماهير الهلال ويحرم هذا الجمهور الكبير العريض؟ ما سمعته من السيدي ليس هو عدد بسيط، يعني تخيل 100 واحد، انا اعتقد 100 واحد ممكن يكون له صدى كبير جدا من الملعب. لعلك ترجع للسيدي ويمكن يكون طيب. 100 واحد واحد. طيب عفوا استاذ ابراهيم بس اسمح لي خليك مع الهواء، الاستاذ حمود العصيمي متحدث رسمي باسم نادي النصر حاب يتداخل معك. يا ليتك. طيب اوكي ماشي. طيب امسي عليك اخوي خالد ومسي على الدكتور حمد والاستاذ عبد الله والاستاذ ابراهيم. احنا عفوا حمود استاذ حمود عفوا ترى احنا طولنا على استاذ ابراهيم كثير يعني جزاه الله خير متحملنا، فودي سؤالك بسرعه لو استكرمت تفضل. انا سؤالي انا احنا لا اعتراض لنا على قرارات لجنه الانضباط، لكن احنا نعترض على الوقت، لان حقيقه اليوم يعني اليوم الخطاب الرسمي جانا بايقاف اللاعبين الساعه 2:58 دقيقه قبل بدايه المباراه ب 22 دقيقه، كان الفريق في الملعب وبتسخنوا ورجعوا لغرف الملابس، يعني كاد النصر اليوم ان يتعرض لمخالفه نظاميه بسبب تاخر القرار، قرار يعني مباراه حصلت من الاسبوع الماضي، القرار يصدر يعني قبل المباراه ب 20 دقيقه، يعني ما اعتقد ان هذا الاستاذ ابراهيم ذكرها يعني قبل ساعتين، استاذ ابراهيم ذكرها قبل ساعتين، تفضل استاذ ابراهيم وضح نقطتك. انا اجبت تحياتي اخوي حمود، لكن انا اجبت الله يطول لي عمرك عن هذا السؤال، وانا قلت اذا كان هناك لا بد ان يعتري العمل الانسان قصور مهما كان، لكن اتمنى منكم كإلهيين ان تحسبوا لنا الايجابيات والسلبيات، لا تسلطوا الضوء عليها، السلبيه قد تكون من ضمن التاخر. نعم انا اعترف بالتاخر، ولكن ليس لا تتحملوا هي لجنه الانضباط. يعني كلام جميل جدا منك استاذ ابراهيم. لو الفريق لعب يعني احنا حقيقه يعني تعرف الخطاب وصل الى النادي بعد نهايه الدوام الرسمي، يعني لو طيب. يكون هناك حرص من الامانه النادي على التواجد في النادي كان ممكن النادي يدفع ضحيه استاذ حمود يعني ثمن لهذا القرار المتاخر. استاذ حمود انا جدا اقدر يعني مداخلتك، بس ايضا حتى استاذ ابراهيم بريش يعني وضح الموضوع، وضح انه يعني كان يجب ان نتحملهم في تقصيرهم وهذه بدايتهم، نتمنى ان شاء الله انهم يقدمون الشيء الافضل. استاذ حمود خليك معي على الهواء، بس انا شاكلك استاذ ابراهيم على مداخلتك، شاكلك جدا رحابه صدرك، شاكلك جدا لتحمل اسئلتي. شاكر ومقدر لك اخي خالد. تفضل استاذ حمود. تم هو مثل ما قال دكتور فهد، احنا في بالنسبه لقرارات لجنه الانضباط هي تخضع للوائح وانظمه، احنا نقدر جهودها ولا نعترض على موضوع القرار، احنا نعترض على توقيت القرار. نعم. يا جماعه يعني اليوم انا اقول لك يعني تخيل حتى مدى تاثير القرار على نفسيه اللاعبين، يعني اللاعبين كانوا صحيح. من ضمن طاقم المباراه وكانوا في التدخين يتخنون مع زملائهم، فجاه يعني قبل لا ينزلون الملعب قبل صافره المباراه نسحبهم ونقول انتم معاقبين، يعني فهذه العقوبه عليكم. يعني استاذ حمود تاخذ بالحسبان، والمباراه انتهت قبل اسبوع اللي فيها الحادثه، يعني جميل. واعتقد ان مثلا قرارات مثل هذه ما يحتاج انها تتطول، يعني ما هي فيها مثلا قد لا يعني المستندات القانونيه فيها يمكن تكون اوضح من صحيح والله اتفق معك استاذ حمود، بس حتى يعني الرجل يعني حتى اعترف بهالخطا هذا، نتمنى ان شاء الله يعني تلفونه في المرات القادمه، بس انا باكد المعلومه اللي ذكرتها انها كانت صحيحه ولا لا، اللاعبين كانوا يجرون الى الاحماء صحيح ولا لا؟ استاذ خالد الخطاب وصل رسميا وموثق عندنا رسميا الساعه 2:58 دقيقه، المباراه في نادي الشباب الساعه 23 دقيقه، يعني قبل المباراه ب 22 دقيقه. والله اتفق يعني معك، والله اتفق يعني معك، يعني جدا الوضع كان على اساس الامانه العامه موجودين في النادي، يعني لو ما كان احد موجود رغم انه جت في بعد نهايه الدوام، لو ما كان احد موجود من الامانه العامه في النادي وكان حريصين على الاشياء اللي ترد للنادي، كان ممكن النادي يلعب باللاعبين، بالعكس حتى التشكيله الاساسيه كانت القائمه الاساسيه موجود فيها اسماء اللاعبين. والله اتفق معك تماما، يعني بس يعني وتعرف يعني ايش تقول الرجال خلاص، يعني الرجل يعني حتى اعترف بخطاه، يعني نتمنى ان شاء الله يتلفونه بس في المرات القادمه. احنا يا
يوم نذكر الشيء هذا أستاذ خالد، احنا نحط هذه يعني كملاحظة في الاعتبار المستقبل. احنا نتمنى لهم بالعكس كاتحاد منتخبه وكلجان، احنا نتمنى لهم التوفيق، واحنا في نادي النصر نؤكد ان وقوفنا معهم ومع الانظمه ومع تطبيقها احنا معهم قلبا وقالبا. بيض الله وجهكم. بس إن احنا مثل ما قلت احنا يعني يجب ان نوضع في حرج يعني امام الجماهير وامام اللاعبين في لحظات معينه، ان يعني القرار تاخر القرار تعرف له اثار سلبيه جدا يعني. احنا بالعكس احنا نتمنى بالعكس احنا يعني في زمن احتراف والنادي بالاحتراف والنادي بالانضباطيه والنادي بتطبيق الانظمه، هذا الشيء اللي احنا نسعى له ونتمنى انه يطبق على الجميع سواسيه يعني. جميل، مبروك لكم اليوم 4 أهداف و3 نقاط. والله الحمد لله يعني ما قصروا يعني تجاوزوا هذه وتصدروا وتاهلوا الى الدور نصف النهائي. هونتها عليكم شوي حمود ها؟ والله شوف يعني انت لو كنت موجود في الملعب وشفت بس مشاعر اللاعبين انفسهم الاثنين لما تحكم تشكيله من بين زملائهم وهم سخنين وحاسين انهم يلعبون يعني حتى كمشاعر لاعبين صغار يعني حاله الانكسار اللي كانوا فيها صراحه انها يعني تحز بالخاطر شوي، يعني احنا تاثرنا يمكن بشعور اللاعبين اكثر من تاثرنا من القرار. طيب انا والله متفق معك وسمعنا وجهه نظر الاستاذ ابراهيم، نتمنى ان شاء الله يتلفون مثل هالامور في المرات القادمه. استاذ حمود العصيمي المتحدث الرسمي باسم نادي النصر، شاكر جدا لمداخلتك معنا، شكرا لك. شكرا الله يبارك. استاذ عبد الله يعني سمعت اليوم رئيس لجنه الانضباط وسمعت ايضا احد المتضررين من هالقرارات نادي النصر، ابي تعليقك. ترى ما اسمع شيء. استاذ عبد الله فلاته معي؟ طيب استاذ فهد. نعم. تعليقك على الموضوع. انا اعتقد يمكن التساؤلات كثيره جدا، انا اقول لك يعني لان نتفق معهم في تطبيق النظام واعتقد القرارات طلعت استندت على لائحه وعلى مواد في اللائحه، وبالتالي كل الجميع متفق معهم في هذه القرارات اللي اتخذت، ولكن التساؤلات اللي احنا طرحناها على الاستاذ ابراهيم بعضها اجاب عليها وبعضها يمكن اعطى اجابات عموميه لم يعني لا تعطي او تشفي غليل المتلقي، لانك انت الان لما تساله تقول له مثلا ليه الان التاخر هذا في حدود 20 يوم ايه. والدليل الوحيد اللي استندوا عليه هو سيدي، يعني السيدي هذا نعتقد لن ياخذ هذه الفتره حتى يحصلوا على السيدي، حتى لو اتخذوا الاجراءات النظاميه مخاطبه الناقل والحصول على السيدي وبعدين يعني الاجتماع وطلع علامات يعني. ما هو انت عارف انت المشكله وش هو؟ المشكله لما تتاخر مثل هالقرارات هذه، احنا نثق فيهم والله. صحيح. نثق فيهم وهذه يعني المشكله هنا. باذن الله احنا يعني ان شاء الله عندنا ثقه ان القرارات ما ولا نعتقد ايضا ولا ايضا نعتقد انهم يعني اذا اخروها عندنا بالضبط. بالضبط انا اتفق معك أبداً. لكن هالتأخير يخلي بعض الجماهير يحملها التأويلات. نعم. والله معذورين بعض الجماهير. هذا الكلام صحيح يعني مثل التأويلات معذورين. انا لما طرحت عليه هذا السؤال انا اقول اللجنه في غنى عن يعني صحيح. هذه التساؤلات وهذه الشكوك، لو اللجنه اتخذت قرار سريع جدا حصلت على السيدي خلال اسبوع واعطت نتيجه او قرار خلال اسبوع اعتقد لن يعترض احد، لانها الامور واضحه واللائحه واضحه والمواد الموجوده في اللائحه واضحه، لكن التساؤلات تاتي ليه الان؟ كل واحد يطرح تساؤل، ليه مثلا مباراه الشباب والهلال؟ ليه ما كانت الهلال والرايد؟ لكن اول مباراه على ارضه الهلال والرايد المباراه اللي قبلها على ملعب الهلال. ايه فالناس تسال ليه مثلا ليه اخرت الى مباراه الهلال والشباب؟ ليه ما كانت على مباراه الهلال والرايد؟ يعني هنا تبدا تطرح الناس تساؤلات كثيره جدا. الحديث اللي تحدث فيه الامير فهد بن خالد باعتقادك هو الشخص الوحيد يتحدث مثل هالكلام ولا فيه اشخاص؟ لا انا اعتقد يمكن هذه الممارسات شفناها من كثير من رؤساء الانديه، لكن بعضهم يلمعها ويطلقها بطريقه دبلوماسيه وبعضهم لا يكون مباشر ويعني واضح. عاد ما جت الا في الخلوق يعني. انا يعني انا اعرف ان سمو الامير فهد بن خالد من الناس اللي فعلا يعني لما يتحدث تستمتع لحديث الامير فهد بن خالد، ولكن قد يكون بلغ صيل زبو عند الامير فهد بن خالد، فبالتالي يمكن انفعال الامير فهد ويعني والتراكمات القديمه الاخطاء التحكيميه على الاهلي يمكن هي اللي خلت الامير فهد بن خالد يصل الى هذا الحد من يعني او يطلق هذا التصريح. بالضبط، ما المشكله حتى مساله استاذ ابراهيم انه قد يغرم من مباراه الى 6 مباريات. نعم صحيح. هذه بعد بتدخل ترى لا هو يمكن وضحها كبيرة. وانا اتفق معه لانه لابد يكون في تدرج في العقوبه، انت لما تعطي مثلا عفوا في التدرج عقوبه لن يكون عندك في التدرج في المواد يعني الخطا الاول عليه مثلا مباراه واحده، الخطا الثاني عليه 3 مباريات اكيد لكن انت تقول الخطا الاول
من مباراة لست مباريات. اي لا هو اكيد ان عندهم اكيد عندهم تنظيم معين في اللجنة او عندهم يعني تفسير لهذه اللائحة، لكن هو وضحها قال لك لو انا اعطيته اقصى عقوبة لن يكون عندي ايضا عقوبة اقدر اطبقها لو اعاد او تمت ممارسة مباراة يعني تحول مباراة الجاية في خارج ارضه الى اخر، وفي لا انا اعتقد فيه يعني فيه قرار بالغاء نقل مباريات خارج ارض الفريق، يعني هذا تم اعتقد فيه قرار يعني تم اتخاذه في هذا الشأن، فبالتالي اللائحة واضحة يعني ما تقدر تطلع خارج اللائحة، لابد أن تكون كل قراراتك مبنية على المواد الموجودة في اللائحة، فهذه اللائحة هي التي يعني تؤشر أو تشير إلى معاقبة الجماهير، يعني معاقبة الجماهير في اللائحة اللي موجودة قدامي هنا يقول لك بس عشان اللي هي اللائحة المادة 49 من اللائحة اللي هي تعاقب على مخالفة سوء سلوك الجماهير، وتجي تحتها فقرات، ففقرات هذه من ضمنها اللي هو التفرقة العنصرية مثلا على سبيل المثال، التفرقة العنصرية لها أيضا عقوبات، العقوبات اللي قالها ذكر الأستاذ إبراهيم من 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 مباراة إلى ست مباريات على الجماهير ومئة ألف على النادي، لكن أنا أيضا ليه قرنوا عقوب معاقبة النادي من معاقبة الجماهير؟ يا يعاقب الجمهور يا يعاقب النادي، يعني ليه تعاقب الاثنين؟ أنت عاقبت النادي عاقبت طيب. نعم النادي وش ذنبه الآن؟ إذا كنت أنت الآن عاقبت الجماهير افترض أنك ما تعاقب النادي، لكن ما دام أنها موجودة ومنصوص عليها في اللائحة لا يستطيع. بس أنا عجبني كثير أستاذ إبراهيم الربيعيش لما قال يعني اصبروا علينا شوي، إحنا عندنا ممكن عندنا أخطاء وعندنا يعني مثل هاللغة هذه أيضا تعطيك إنه في أمل إن شاء الله. لا أنا يمكن أعترف لو قالها بطريقة أخرى، لو قال كل إحنا العدد الموجود في في اللجنة لا يساعدنا في الاسراع في اصدار القرارات. يعني انا قلت لك بصراحه انا ما هدت الموضوع وقلت قلت انتم شويين قال لا احنا في الكفايه لا اليوم حتى اليوم لما يعني لا تعذروا لما طلع القرار اليوم اللي اجتمع ثلاثه من ضمنهم حكم اسمه ناصر الحمدان، هل هذا ايضا من ضمن اللجنه؟ انا ما ادري يعني كنت ابغى اطرح عليه السؤال، ولكنهم ثلاثه اللي اجتمعوا اليوم واصدروا القرار. اللجنه عضويتها المحامي ابراهيم الربيش، المستشار احمد التواجري، الحكم ناصر الحمدان، المستشار محمد القحطاني اللي حضر ثلاثه اليوم اللي حسب القرار اللي طلع واللي في الذا اللي تم سؤالك نشره. عن سيد ناصر الحمدان هو موجود في اي بس خلاص انا كنت بتاكد هل ناصر الحمدان من ضمن اللجنه ولا لا، فانت الان اكدت انه موجود. الان طيب العقوبه اللي وقعت على جماهير نادي الهلال لانهم تحدثوا بشكل عنصري لجماهير نادي الاتحاد، برايك العقوبه هذه مرضيه للشارع الاتحادي؟ والله شوف يعني قد يعني هذه العقوبه تحد من ممارسه هذه السلوكيه قد، ولكن هل تنهيها؟ انا اعتقد يعني اشك انها تنهي هذه يعني الممارسات، لان طيب وش اللي ينهيها؟ هذه قيم وثقافات لابد انها يتعلمها. طيب دكتور وش اللي ينهيها؟ أنا أعتقد لابد من تثقيف الجماهير، هذا شيء مهم جدا، ولابد أن أيضا الناس أيضا تراعي أيضا السلوكيات والقيم المعروفة، القيم الإسلامية، يعني يمكن هذه أحد القيم الإسلامية، يعني أنت الآن لما تنظر في الشواهد حتى في القرآن فيه كثير من الآيات تحض على عدم يعني التكريف العنصرية، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، هذه آية في القرآن، فهذه السلوكيات يفترض أنها أو القيم هذه لازمها تعزز عند الجماهير، ليست فقط الجماهير ايضا عند الجماهير بشكل عام. متى تعززت هذه السلوكيات؟ انا اعتقد حنصل الى مرحله لن نرى هذه السلوكيات في الملعب الرياضي باذن الله. ايضا نتحدث اليوم عن المنتخب السعودي، الاستاذ عبد الله فلاته جاهز معنا؟ استاذ عبد الله استاذ عبد الله جاهز معنا؟ يبدو يعني ما يوصل الصوت لسيد عبد الله فلاته. على العموم بنطلع لي خبر. ايوه كلام معك اسمعك الان. استاذ عبد الله يعني ابي تعليقك على لجنه الانضباط ومثل القرارات اللي طلعت اليوم، انت سمعت اليوم كل حوارنا حوالي نصف ساعه الان، تفضل. والله انا اعتقد انه الموضوع فيه له بعض اللبس، اول شيء هي لجنه جديده بالتاكيد يفترض احنا بنقدر عملها وندعمها ونوقف معاها في بداية المشوار، لكن في لبس حصل في الاول ادى الى كل هذه الجدليات. اللجنة لما رفضت احتجاج نادي الاتحاد كان يفترض وهي ترفض توضح انه هي ما زالت اجراءاتها مستمرة، اذا كانت بالفعل اجراءاتها مستمرة ما حد حركها. يعني نادي الاتحاد اجراءه الاساسي كان خاطئ، لا ما في حاجة اسمها احتجاج. نادي الاتحاد ممكن من حقه أن يتقدم بشكوى، يمكن اعتدنا من نادي الاتحاد الكثير من الاجراءات الخاطئة، والدليل تجميد رصيد النادي بسبب الاجراءات الخاطئة. كان يفترض اللجنة توضح موقفها من البداية، تكون الامور واضحة وتكون في آلية رصد للمخالفات في اللجنة، ما تحركها لا شكوى ولا احتجاج ولا الى اخره، في رصد للمخالفات، في منهجية عمل،
ما يكون العمل يعني الظاهر بشكل عشوائي. احنا نتقبل من اللجنة كبداية ما حصل، لكن كفترة زمنية ننتظر تطوير في أداء اللجنة، تطوير في عمل اللجنة، ننتظر من الحكام بالنسبة لتهافاتها العنصرية. هذه الفيفا يشدد عليها بشكل جدا كبير في النظام الأساسي. المادة الثالثة إذا ما خانتني الذاكرة أتكلم مباشرة عن محاربة العنصرية، يفترض حتى حكم المباراة يكون له مداخلة في ذا الشأن في مراقبة المباراة. بعد كده بيجي دور لجنة الانضباط يكون لها رصد، لا يحركها سي دي ولا يحركها احتجاج ولا شكوى. فالأمور يجب أن تكون واضحة وتقفل اللبس اللي حصل، يعني ولو تأثيرات بالتأكيد سلبية. أما بالنسبة للتصريحات رؤساء الأندية على شكل العموم، أنا أرى أنه يفترض أنه يكون القرار اللي حصل يكون مستمر ومع كل التصريحات، ونتمنى لجنة الانضباط التوفيق وأنها تستفيد من الأخطاء ومن أخطاء اللجنة السابقة. بالنسبة لحادثة نادي النصر ترى هي متكررة، كانت من اللجنة السابقة كانت تجي العقوبات في آخر فترة زمنية، واليوم برضو حصلت. وأنا كلام الأستاذ حمود أثني عليه، مو معقولة قبل 22 دقيقة من بداية المباراة لاعب حيشارك في المباراة. كنت أتمنى أنه اللاعب يشارك عشان نشوف مين المخطئ ويتحمل تبعات خطأه. طيب معنا يتحق بنا هاتفين الأستاذ عبد الله الشيخ مدير المركز الإعلامي بالنادي الأهلي. حياك الله أستاذ عبد الله، تعليقكم اليوم على عقوبة لجنة الانضباط لرئيس نادي الأهلي. أستاذ عبد الله تسمعني؟ طيب طيب نرجع نتواصل مع، خليني اطرح نفس السؤال لحد ما يعود الاتصال. انا اعتقد يعني ايضا في حاجه مهمه جدا، انت الان عاقبت الامير، اسمه الامير خالد بن فهد بن خالد، ولكنك لم تعاقب الحكم. الحكم يعني لجنه الحكام اعترفت ان هناك خطا في تقدير ضربه الجزاء، لم نرى اي معاقبه للحكم، ولم تعلن لجنه الحكام عن معاقبه الحكم او ايقافه. لا وزيدك الشعبيت يعني كان الحدث الرياضي، يعني سال الاستاذ عبد الرحمن العمري حكم المباراه وسأل عن، انا سمعته وقال لا انا ما راح اعتذر، هو في خطا بس ما راح اعتذر. صحيح هو اعترف بنفسه قال لك في خطا ولكن لن اعتذر، يعني معناته الان الرجل اقر ان في خطا ارتكبه. هذا الخطا يعني كان ممكن يكلف الاهلي نتيجه المباراه لولا ضيع ضربه الجزاء. الان وش العقاب اللي تم على هالحكم؟ انه تحدث الامير فهد خالد يقول يقصد انه هذه هي المشكله، انت عاقبت خلاص الامير فهد خالد، خلاص انت اخذ عقوبته، لكن ايضا عقوبه الحكم الان الحكم يعني كاد ان يعني يفقد النادي الاهلي 3 نقاط. طيب استاذ عبد الله الشيخ مدير مركز الاعلامي بالنادي الاهلي، حياك الله استاذ عبد الله. اهلا وسهلا بك الخير. بدايه تعليقكم على العقوبه اللي اليوم صدرت بحق رئيس نادي الاهلي. والله انا حبدا من الاخير الحقيقه، من الكلام اللي سمعته الحقيقه. اولا عن لجنه الحكام الحقيقه، اول لجنه الحكام ان تعاقب حكامها اولا، ثم بعد كده ترفع لجنه انضباط بمطالبه بعقاب رؤساء الانديه ومسؤولي الانديه. الحقيقة يعني ضايقكم كثير، يعني استاذ عبد الله عفوا ضايقكم كثير حديث الاستاذ عبد العزيز العمري في برنامج الحدث لما اعترف بالخطأ ولم يعتذر لكم؟ والله احنا ما تعودنا حقيقة على انه في اي حكم يعتذر، يعني هذه للاسف الشديد هي ثقافة، وثقافة اعتقد بائدة يفترض ان تتغير هذه الثقافة عند الحكام وحتى عند لجنة عبد الرحمن العمري. نعم حتى عند لجنة الحكام سواء الحكم عبد الرحمن العمري او غيره من من من, من الحكام. الحقيقة الاهلي تعرض في هذا الموسم خلال 6 جولات فقط، يعني احنا باقي لساعنا في 6 جولات، يعني لسنا ما وصلنا حتى منتصف الموسم، وتحصل هذه الاخطاء الكوارثيه الحقيقه من الحكام، واحنا ما زلنا نردد الحقيقه، وما زلنا حتى ايضا احنا في النادي الاهلي قبل حتى مباراه الهلال كان رئيس النادي الامير فهد بن خالد له تصريح يقول نثق في 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 حكامنا وسندعمهم وسنقف معهم، لكن ان تحصل مثل هذه الكوارث في المباريات، في مباراه الهلال حقيقه اغدق علينا الحكم وعلى لاعب النادي الاهلي بالكروت المتعدده الحقيقه، وطرد المساعد المدرب الى المدرجات في مباراه الاتحاد، شاهدتم ضربه الجزاء التي حقيقه لا يمكن ادراجها في اي ضربات جزاء، لا اللي نعرفها ولا اللي حتى تجي بعد كذا، يعني للاسف الشديد كان الحكم متردد، اشار باستمرار اللعب ثم بعد كذا اشار الى ركله جزاء. طيب.
السبع يعني الاهلي حيث خسر اشياء كثيره الحقيقه. نعم نعم. وهذا كله من اجل الاهلي دائما ابدا مع الحكام ومع التحكيم ومع اللجان. نعم. ولا يتحدث الاهلي كثيرا الحقيقه، لكن الاهلي اعتاد دائما انه ما يتحدث كثيرا في هذه الامور، لكن راح تستأنفون القرار سعد الله؟ راح نتحدث كثيرا يعني. راح تستأنفون على القرار؟ بالتاكيد في استئناف على القرار هذا. نعم. باعتقادكم يعني الى اي مدى ممكن يقبل قراركم؟ بنسبه كم؟ نعم. واستئنافكم؟ الاستئناف بنسبه كم تعتقدون راح يقبل؟ نحن انا متاكدين ان الاستئناف راح يقبل، لانه لدينا دلالات، انا ولدينا ما يمكن نستفيد فيه من حالات كثيره الحقيقه حصلت من 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 انديه كثيره وبيانات وامور كثيره يعني تجاوزت كثيرا ما يمكن ان نعتبره يعني نقد للتحكيم او نقد للجان. يعني وصلت اتحاد كرة القدم أمور كثيرة، وصلت اتحاد كرة القدم ولجانه المتعددة يعني. ولذلك يعني إذا كنت أنت تنظر للنادي الأهلي بنظرة ثم تنظر للآخرين بنظرة أخرى، نظرة محب ومتجاوز عن أخطائهم، فهذه أعتقد أنها قضية يفترض أنه جدا واضح نقطتك سيد عبد الله. جدا واضح نقطتك، أنا شاكر لك جدا هالمداخلة. نتمنى لكم التوفيق أيضا في النادي الأهلي وجميع الأندية. إحنا تحدثنا في الحدث الرياضي مع مسؤولين في نادي الهلال للمداخلة يبدأ رأيهم، لكن حقيقة ما وجدنا أي تجاوب. على العموم نطلع لمحورنا الثاني، منتخبنا الشباب، منتخب الوطني للشباب يخوض منتخبنا للشباب لكرة القدم غدا الخميس ثاني مبارياته في التصفيات الآسيوية للشباب عندما يلعب أمام منتخب طاجكستان عند 1 ظهرا على ملعب كرمان بمدينة كرمان الإيرانية التي تستضيف مباريات المجموعة الرابعة، بينما يلعب في نفس المجموعة منتخب إيران مع منتخب لبنان عند 5 عصرا. استاذ عبد الله، يعني برايك ما هي تطلعاتك لمنتخبنا للشباب؟ والله بالتاكيد منتخب الشباب يعني نحن امال عريضه نبنيها عليه ونتمنى له التوفيق. يهمنا المواهب بالشكل الاهم، يعني المواهب تاخذ طريقها نحو المنتخب الاول. الامال موجوده ومعقوده على المنتخب، يعني في المقام الأول الناس ممكن تنظر المنتخبات. إحنا عودتنا من جديد للإنجازات هتكون من خلال المنتخبات السنية. طالما المنتخبات السنية بتنتج وبتثمر بشكل جيد هيكون انعكاساتها شكل ممتاز على المنتخب الأول السعودي. من التوفيق للمنتخب وإن شاء الله إنه يكون القادم أحلى بإذن الله. يعني منتخبنا الشباب يفوز على منتخب لبنان الآن يواجه طاجكستان ثم بعد ذلك إيران. أنا أعتقد يمكن أثني على الكلام اللي قاله أخوي عبد الله، لأن الآن إحنا نبحث بشكل أساسي على مواهب الكرة السعودية حتى على الأقل يكون هناك مثل جيل قادم ممكن يعيد الكرة السعودية اللي الآن تعاني من نكسات كثيرة جدا في المستقبل القريب. ولكن هناك نقطة مهمة لابد التركيز عليها، يمكن هناك كثير من الأشياء اللي تنقص اللاعب السعودي، ممكن يعني هذه الأشياء لابد أن يتلافها في المراحل السنية بالذات في الوقت الحاضر، لأنك إذا وصل اللاعب إلى الفريق الأول لن تستطيع أن تعدل يعني الأشياء اللي تريد تعدلها في اللاعب. هنا لابد من على الأقل وجود كوادر فنية مهارية مدربة تستطيع أن تصنع لاعب يعني عنده مهارات الأساسية لكرة القدم، لأن الآن إحنا نعاني الآن في الفريق المنتخب الأول من قلة أو ندرة المواهب في عديد من المراكز. قد يكون هناك بعض المراكز فيها مواهب، لكن كثير من المراكز في المنتخب لا يوجد فيها مواهب، وبالتالي تجد هذه المعاناة اللي يعانيها الآن المنتخب السعودي. لذلك كنت أتمنى أيضا مع احترامي وتقديري للكابتن فيصل البدين أن يكون هناك على الأقل جهاز مساعد أو معاون عنده خبرة كبيرة جدا في تأهيل مثل هؤلاء الشباب. على العموم بنطلع لأيضا منتخبنا الوطني الأول واللي لعب مع الفتح اليوم مباراة ودية واستطاع الفوز ب3 أهداف. أيضا زميلنا فهد الغامدي يجهز تقرير لمشوار المنتخب الوطني في التصفيات الآسيوية. الأخضر نحو أستراليا طريق امتزجت به كل الألوان، اتحدت فيه كل الاتجاهات، اتفقت ليبقى اللون أخضرا والطموح إنجازا، وقفت لتجديد العهد واستعادة المجد لسيد آسيا، كي نمضي سويا بالأخضر نحو أستراليا وأبعد من أستراليا، لنقول بصوت واحد بل بقلب واحد معاك يا الأخضر.
السادس من فبراير لعام 2013 كان أولى خطوات الأخضر السعودي في مشوار التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2015. نجوم المنتخب السعودي نجحوا في تخطي سور الصين وإحراز 3 نقاط مهمة بعدما تفوقوا بهدفين مقابل هدف، ليتصدر المنتخب السعودي مجموعته 3 في خطوة مهمة يستهل بها الأخضر طريقه إلى أستراليا. في 15 من مارس غادرت بعثة الأخضر إلى كوالالمبور استعداداً لخوض المباراة 2 أمام منتخب إندونيسيا، معسكر إعدادي أقام خلاله الأخضر السعودي مباراته الاستعدادية أمام المنتخب الماليزي ليتغلب عليه 4 أهداف لهدف، كانت دافعاً مهماً ومصدر اطمئنان على جاهزية الصقور. العشرون من مارس كان آخر أيام المعسكر الأخضر في ماليزيا، لتتوجه بعثة المنتخب السعودي إلى جاكرتا وتعود من هناك بنقاط 3 ثمينة بعد مواجهة قوية انتهت بهدفين لهدف. معسكر جديد لنجوم الأخضر مع لوبيز كارو كان موعده 6 أكتوبر تأهباً لملاقاة العراق في 15 من الشهر الجاري، والعودة من عمان بنقاط التربع على الصدارة والاقتراب أكثر من أستراليا، لتبقى الآمال والطموحات مع الأخضر، الدعوات والأمنيات مع الأخضر، فعلى العهد باقون ولأبعد من أستراليا سائرون، عشاق ومحبين وإعلام بقلب واحد ولون واحد مع لون سعودي خالص ووقفة صمود خضراء، وقفة صادقة لمن كان يوما ما سيد القارة الصفراء، ليبقى شعارنا دوما شعار الوفاء معاك يا الأخضر، لنسمع آسيا صوت العشق والانتماء ونحن نردد سارعي للمجد والعلياء. فهد الغامدي، الحدث الرياضي. نعم استاذ عبد الله، ما الذي تخشاه على الأخضر وهو يغادر غدا إلى الأردن؟ أنا أخشى عليه من الضغوط ومن السرية المبالغ فيها، مباراة سرية وتعامل سري ما هي محتاجة، ولا شوفنا إحنا منتخبات عالمية متقدمة كرويا تعمل دي الطريقة، لكن كبداية كعمل إحنا نشيد بعمل لوبيز ونتمنى أن يعني حريصين أن نوقف معهم، ملينا الانتقادات السابقة اللي كنا نكيلها للمدربين، نحتاج فعلا لمرحلة أن نمنح المنتخب ثقة ونمنحه أمل وننظر لعمله، بس برضو بعض الاختراعات ما نتفق معها. في عندنا بعض اللاعبين تكلمنا يعني قبل دقائق عن المواهب، المواهب الكروية عندنا زي 3 نجوم في المنتخب الوطني، سالم الدوسري، فهد المولد، مصطفى بصاص، هذول أسماء واعدة في المنتخب الوطني. أنا يمكن سالم الدوسري شايفه في مستوى ثابت إلى حد كبير، لكن مصطفى بصاص وفهد المولد في الفترة الأخيرة خفت نجمهم النجومية بالاستمرارية، أتمنى عليهم كل قلبي، هم نجوم كبار يعني نجوم واعدين بالأصح، واعدين إنهم يراجعوا حساباتهم ويظهروا بالمستوى المأمول منهم يعني بإذن الله. دكتور فهد، والله شوف أنا أقول يفترض أن يكون هدفنا الأساسي العودة بأقل الأضرار، يعني إذا ما فزنا على الأقل ما نخسر، لأن هذا على الأقل بيقربنا بشكل كبير جدا إلى عملية التأهل. هذا يعني تعادل خارج أرضك الأمر، أنا أعتقد هذا بيساعدنا بشكل كبير جدا في عملية التأهل، هذا الجانب. الجانب الآخر أنا أعتقد أيضا التفاهم مطلوب جدا في مباراة هذه بالذات، والتفاهم لن تستطيع أن تخلقه في خلال أسبوع أو 10 أيام، لذلك أنا أتمنى أنه يعمل على التفاهم الموجود في الأندية. يعني مثلا على سبيل المثال خط الدفاع يفترض أنه يكون النادي الأهلي كاملا، الزبيدي، كامل الموسى، أسامة هوساوي، منصور الحربي، وخلفهم عبد الله المعيوف. أنا أعتقد هذا بشكل كبير جدا بيساعد المنتخب في عملية التفاهم. هذا الجانب مهم جدا في مباراة العراق، لأنك لن تستطيع أن تخلق هذا التفاهم والتجانس في خلال 10 أيام. قصدك هل الحل هذا تبي دائم ومستمر ولا لا؟ أنا أقصد هالفترة هذه حتى يعني
نقطع الخطوة الأولى اللي هي عملية التأهل وبعدها نعمل على الجوانب الأخرى اللي هي عملية التفاهم بين اللاعبين. أنا أقول هذا جانب مهم جدا، وهذا نشوفه دائما في كثير من المنتخبات العالمية، تجدها تركز بشكل كبير جدا على أحد الفروق المتميزة. والنادي الأهلي الآن يمكن فيه 8 من اللاعبين موجودين في المنتخب من النادي الأهلي، وخط الدفاع كامل. أنا أعتقد لو لعب خط الدفاع الأهلاوي مع الحارس المرمى الأهلاوي بيساعد بشكل كبير جدا في عملية التفاهم بين الخمسة، بالإضافة إلى تيسير الجاسم أيضا في محور الارتكاز. هذا بيساعد. أنا يعني الرسالة أبغى أوصلها أن التفاهم موجود في الأندية، يفترض أنه ينتقل إلى المنتخب، لأنك لن تستطيع أن تأخذ هذا التجانب المنتخب منه. كيف؟ إيش خايف على المنتخب منه؟ أنا زي ما قلت لك اللي هو عملية التفاهم بين لاعبين الآن في الوقت الحاضر في هذا الوقت القصير، أنا أعتقد أنه هيكون عليه أكثر من علامة استفهام. لذلك مثل ما قلت لك لابد أنه يكون هناك على الأقل جزء من التفاهم موجود في الأندية ينقل إلى المنتخب، وهذا يمكن يتحقق يعني على الأقل في بعض الخطوط، يعني خصوصا في الخطوط الخلفية اللي هي الخط أو حراسة المرمى وخط الدفاع مهمة جدا في هذه المباراة مثل ما قلت لك حتى نعود بأقل الأضرار. وأتمنى أن هذا هو اللي يكون إن شاء الله في مباراة العراق. جميل. أيضا مشوار المنتخب العراقي في التصفيات الآسيوية نشاهده الآن. الأخضر العراقي يستعد لمواجهة الأخضر السعودي في الجولة الثالثة من التصفيات التأهيلية لكأس آسيا 2015 15 من أكتوبر بعمان العاصمة الأردنية، ستكون موعد لقاء الأخضرين. المنتخب العراقي عاد لخوض تدريباته في بغداد الثلاثاء الماضي بعد أن أنهى الفريق معسكرا تدريبيا في تركيا، استمر 10 أيام، خاض خلاله مباراة تجريبية واحدة مع فريق اسكادار التركي انتهت بالتعادل السلبي. أسود الرافدين ظفر بثلاث نقاط في الجولة الأولى عندما استضاف المنتخب الأندلسي على ملعبه وبين جماهيره. هناك يونس محمود استطاع أن يضع منتخب بلاده في صدارة المجموعة. عقب ذلك غادر المنتخب العراقي لملاقاة التنين الصيني في الجولة الثانية، وخسر هناك أسود الرافدين بهدف في الرمق الأخير من عمر اللقاء. الأخضر العراقي يملك حصيلة من اللاعبين الذين أصبحوا من الأعمدة الرئيسية في صفوف المنتخب، من بينهم المدافع الصلب علي عدنان ولاعب الوسط همام طارق ومهند عبد الرحيم أفضل لاعب شاب في آسيا 2012 وضرغام إسماعيل وسيف سليمان. وعلى الرغم من كثرة الخيارات الشبابية التي ظهرت في منتخب العراق مؤخراً، فإن الجهاز الفني الحالي لن يتخلى عن المهاجم السفاح يونس محمود بعد أن أثبت بأنه مفتاح كل انتصار كروي يحققه أسود الرافدين. حظوظ أسود الرافدين في التصفيات الآسيوية ما زالت قائمة حتى إذا خسر الجولة القادمة، فيبقى الأمل في الجولات الأخرى. يعني يبدو المنتخب العراقي استاذ عبد الله جاهز بشكل كبير لهالمباراه، مباراه وديه، تجهيزات كبيره للمنتخب العراقي. والله واضح انه هو جاهز وعنده لعيبه خبره ولعيبه متمرسين، لكن احنا منتخبنا الجديد هذا التوليفه الجميله الصراحه والعمل اللي بيقدمه، صحيح يمكن فتره الاعداد كانت